كانوا مهرجانات واحد اخرين، ونبداو بالقاهره باسكو انا 12 في الشهر نروح القاهره، قلت لهم انا نجوز الفيلم تاعي في الجزائر ومن بعد نجي القاهره 12 نوفمبر نجيك القاهره. مي انا نبدا هي نورمالمون تولي قاعده الكل، كل المخرجين نورمالمون يا خويا دير عرض للبوبليك الجيريان وروح سافر في المهرجانات ربي يسهل عليك وشهر في الجزائر. بصح بداو في البوبليك الجيريان كل صدق وبكل كل من 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 داخلي ومن احاسيسي. انا فرحت بزاف كي عاودوا للمهرجان، والفرحه تاعي كانت اكبر كي مدينا العرض العالمي الاول هنا في المهرجان هذا في وهران، ماشي في بلاصه واحده اخرى، ماشي في الخارج، ومدينا هنا قدام المواطنين. نظن انه الفيلم كي يتخدم في الجزائر لازم يتمد في الجزائر قدام الجمهور اللي يحبه وقدام الجمهور تاعو، وانا سعيد جدا. هذه واحد الاحساس بسعاده كبير 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 بزاف.